بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الغر الميامين والعاقبة للمتقين. أيها الإخوة، أيتها الأخوة، سلام من الله عليكم ورحمة منه وبركات. مع هطول الأمطار الغزيرة في اليوم الرابع من شهر رمضان المبارك، نبدأ بآية أخرى من آيات التغيير، آيات التغيير المتعلقة بالنعم الإلهية، وهذه النعم التي أنعم الله علينا في هذا اليوم بهذه الأمطار الغزيرة التي هطلت على المدينة المقدسة كربلاء، فهي بشرى خير الحمد لله، يبعث الأمل والتفاؤل في النفوس إن شهر رمضان لهذا العام سيكون شهرا للتغيير إن شاء الله. الآية التي نتحدث عنها في هذا اليوم هي من سورة النحل، آية 112. يقول الله تبارك وتعالى في محكم كتابه الكريم: وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. لا زال الحديث حول التغيير السلبي، تحدثنا بالأمس حول نوع من أنواع التغيير السلبي وهو تغيير الجنس البشري والتلاعب بالجينات، واليوم نتحدث عن شكل آخر من أشكال التغيير السلبي في حياة الأمم والشعوب والدول، ألا وهو الكفران بنعم الله وعصيان تعاليم الرسول والإمام عليهم السلام. طبعا هذه الآية فيها رأيان. رأي لا يحصر هذه القرية بمنطقة معينة، وكأن الله تبارك وتعالى يريد أن يضع أمامنا قاعدة عامة، وهذه القاعدة العامة لها مصاديق كثيرة، إحدى مصاديقها مدينة مكة التي قال بعض المفسرين قالوا بأن هذه الآية ذكرت أحوال مكة، والقرية المعنية في هذه الآية هي مكة المكرمة. وطبعا في التعبير القرآني كثيرا ما يرد كلمة قرية، والمقصود هو أهل القرية وليس القرية المدينة المتكونة من حجارة وطين، أهل القرية يعني الذين يسكنون تلك القرية. في هذه الآية الله تبارك وتعالى أراد أن يبين لنا بأن القرية أو المدينة الفاضلة، المدينة المزدهرة، المدينة التي يتوق لها كل إنسان، هي التي تتضمن ثلاث أمور: هذه الأمور الثلاثة هي أساسيات كل مدينة وكل دولة راقية. الدول الراقية اليوم لو نظرنا إلى الدول الراقية والمدن المتقدمة لوجدنا أن فيها ثلاث خصال
الخصلة الأولى الأمن، أنه في هذه المدينة لا وجود للجريمة، لا وجود للنزاعات، ولا وجود للحروب والغزوات، نزاعات عشائرية، مشاكل اجتماعية، جريمة لا وجود لها، بل هناك قانون يتحكم ويحكم هذه المدينة. هاي من علائم الازدهار في هذه المدينة، الأمن، وجود الأمن، أن الإنسان يكون آمنا في هذه المدينة، آمنا على ماله، على عياله، على بيته، على كل شيء. العامل الثاني أو الخصلة الثانية وهو الطمأنينة، الطمأنينة أن يكون الإنسان مطمئنا على مستقبله، على حياته، على عمله، على خدمات التي تقدم له. ويمكن الآن نصف هذه الرفاهية، نصفها بالطمأنينة، نصفها بالرفاهية. فالرفاهية جزء من أجزاء المدينة المتحضرة، المدينة المتقدمة، المدينة المزدهرة، وكذلك الدولة. وجود الرفاهية، تعليم محترم، صحة محترمة، أمراض قليلة، أطباء، نسب الأطباء إلى عدد النفوس، نسب المستشفيات، كلها قياسات عالمية. ونتيجة هذه الرفاهية أن هذه المدينة تستطيع أن تلبي حاجات الإنسان، حاجاته في النقل، حاجاته في العلم، حاجاته في الصحة، حاجاته في كل شيء، وجود المدارس، وجود المستشفيات، هذه كلها تدخل في إطار الطمأنينة، شعور بالطمأنينة أو رفاهية. والعامل الثالث من عوامل ازدهار الدولة والمدينة هو العامل الاقتصادي، تأمين الموارد الاقتصادية، أنه يكون هناك مورد ثابت لهذه المدينة أو لهذه الدولة، مثلا كالنفط، مثلا كمعدن من المعادن، أو هناك زراعة، أو هناك صناعة، أو هناك ما شابه ذلك. ويتجلى ذلك بالدخل الفرد. دخل الفرد هو مقياس تقاس به رفاهية الدول، مقياس لطمأنينة الإنسان ووضع الأمني ووضع الاقتصادي، هو عندما يكون دخل الفرد مرتفعا. واليوم حقيقة عندما نأتي إلى تصنيف الدول والمدن، جزء من هذا التصنيف هو معدلات الدخل الفردي السنوي. فهناك من يصل هذا الدخل إلى، على سبيل المثال، إلى 20,000 دولار، وهناك من الدول ومن المدن من الدخل الفردي فيها أقل من ذلك بكثير. فهذا مقياس من مقاييس التقدم والازدهار في تلك الدولة أو تلك المدينة. وهذا طبعا القرآن الكريم في هذه الآية يشير إلى ذلك، يشير إلى: وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان. ثلاثة عوامل: عامل الأمن، وعامل الطمأنينة الرفاهية، وعامل المورد الاقتصادي، يأتيها رزقها من كل مكان. فهذه
هذه المدينة النموذجية التي يطرحها القرآن الكريم أمامنا. الله تبارك وتعالى يريد لنا التقدم ويريد لنا الازدهار. عندما يضع أمامنا هذه الخارطة يريد منا أن نكون هكذا. هذه القرية اللي الله تبارك وتعالى أنعم عليها بالأمن والطمأنينة والرزق. نعم، هذا هو الشيء المطلوب والشيء الذي لابد أن يتحقق في كل مدينة، في كل دولة تسير على منهج رب العالمين. أما إذا خالفت هذا المنهج وتمردت على تعاليم رب العالمين وعصت الخالق، فماذا يحدث؟ ينقلب كل شيء إلى العكس. والقرآن يضرب مثل على ذلك على بعض الروايات بمكة. مكة كانت من المدن المزدهرة المتقدمة في العصر الجاهلي، مشهورة مكة، ولذا كان القبائل ترغب في العيش في مكة. اليوم أي واحد من عندنا عندما يسأل أين تحب أن تعيش، في أي دولة، في أي كذا، في أي مدينة، طبعا يختار المدينة التي تتوفر فيها هذه الشروط الثلاثة: يتوفر فيها الأمن، الرفاهية، المورد الاقتصادي. مكة كانت هكذا. مكة لعقود من الزمن كانت بعيدة عن الحروب، عن النزاعات، عن المشاكل، وكانت هناك تحالفات في مكة تمنع أي حركة عدوانية، ولذا قلت الجرائم في مكة. مكة كانت عاصمة مزدهرة في العصر الجاهلي، والسبب في ذلك هو تقديس العشائر والقبائل لهذه المدينة، إنها هي التي ضمت الكعبة المشرفة، ولذا القبائل كانت تحترم مكة وتقدس مكة، ولذا كانت تتجنب أي مشكلة تحدث مع أهل مكة. فأصبحت مكة بعيدة عن النزاعات، بعيدة عن الحروب، وبسبب ذلك تحقق الأمن في مكة، وبتحقق الأمن تحقق الازدهار والطمأنينة. أصبح الإنسان يطمئن على نفسه، على، وإذا ترى أنه القبائل بدأت تهاجر إلى مكة. وأيضا كان يأتيها رزقها رغدا من كل مكان. طبعا مكة معروف أرض غير مزروعة، أرض ليس فيها لا زرع ولا ضرع، وهذه المعجزة الإبراهيمية التي اختار هذه المدينة لتكون موطنا لأبنائه إسماعيل وأبناء إسماعيل إلى نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. فمكة ما فيها زراعة، ما فيها مياه، ما فيها إنتاج، والمعجزة الإلهية هذه المدينة التي تفتقر إلى الموارد الاقتصادية المعروفة كالزراعة، وهي كانت بعيدة عن الصناعات أيضا، العرب كانوا يكرهون العمل في الصناعة، تجد اقتصادها قوي، وسبب نمو الاقتصاد في مدينة مكة هو كان يأتيها رزقها من كل مكان، كان يأتيها الموارد، المال كان يأتي من كل مكان بمختلف وجوه،
كانت قبلة للقبائل والعشائر العربية، وكانت محطة للتجارة بين الشمال والجنوب، شمال الجزيرة العربية وجنوب الجزيرة العربية، وهذا طبعا كان ينمي فيها الموارد المالية. ولذا ترى أن أكثر أهالي مكة كانوا أغنياء ويعملون بالتجارة. طبعا هذه المدينة جاءها نبي من أهل مكة يعرفونه، يعرفون اسمه، يعرفون والده، جده، معروف لديهم. جاءهم برسالة من السماء ودعا إلى السلام والعدالة وكل القيم الإنسانية. البعض من هؤلاء من أهالي مكة آمنوا به والتفوا حول النبي الأكرم محمد صلى الله عليه وآله وسلم، والبعض تكبروا وتجبروا، وجرت الأحداث والأدوار التاريخية، واضطر النبي الأكرم صلى الله عليه وسلم نتيجة العذابات والاحتجاجات والمشاكل التي واجهها، اضطر للهجرة للمدينة المنورة، وهنا كانت انتكاسة هذه المدينة. بدأ التراجع في مكة عندما خرج رسول الله من مكة مهاجرا، فقدوا هذه البركة، هذه البركة انتقلت إلى المدينة، فبدأت الأمور بشكل معكوس. بدأ هذه المدينة تفتقد الأمن يوما بعد يوم، ظهرت فيها المشاكل والجرائم. العرب بدأوا بسبب ما سمعوه عن مكة وما تعرض إليه الرسول الأكرم، أخذوا يحجمون عن الذهاب إلى مكة، فقلت حركة الهجرة إلى مكة، وضعفت الحركة التجارية في مكة في عهد رسول الله. وطبعا هذا كان دعاء من رسول الله، عندما رسول الله دعا على أهل مكة أنه ينالهم ما نال بني إسرائيل سني يوسف. ولذا استمرت هذه الفترة، فترة القهر وفترة الانحدار والانحطاط في مكة 7 سنوات، إلى أن أخذ الفتح طريقه إلى مكة، إلى أن الله تبارك وتعالى نصر نبيه وفتح هذه المدينة للمسلمين، فتح مكة. 7 سنوات أهل مكة كانوا يعيشون الخوف والجوع، إلى درجة أن التاريخ يذكر لنا أحوال يعني غير متصورة عن جوع أهل مكة، وموجودة في كتب التاريخ كيف أن الجوع وصل بهم إلى حد اللي عندما كانوا ينظرون إلى السماء وكأنهم ينظرون إلى الدخان، وكيف أنهم بدأوا يأكلون الكلاب والجيف والعظام المحترقة، وكان حقيقة طعامهم كما يذكر الطبري في تاريخه هو العلهز، العلهز وهو وبر. طبعا أرجو المعذرة إذا بينت ذلك، والأخوة صائمين ينتظرون الإفطار، لكن لابد أن نذكر ذلك. العلهز هو وبر الإبل، يأخذون وبر الإبل يخلطونه مع الدم ومع الجراد ويأكلونه، هذا كان طعام أهل مكة في فترة
الهزيمة في فترة الانتكاسة عندما خرج رسول الله من مكة إلى المدينة المنورة. طبعا هم نفس الشيء عملوا برسول الله، عندما حاصروا رسول الله في شعب أبي طالب نفس العمل أرادوا أن يقوموا به، لكن الحمد لله الله تبارك وتعالى نجى رسوله ونجى المؤمنين المسلمين. هذا العمل انعكس عليهم أيضا، 7 سنوات يعيشون الجوع والخوف، والخوف خوفهم من رسول الله، كانت هناك عقدة خوف لدى قريش بما فعلوه برسول الله، وكانوا يترقبون في أي لحظة أن الرسول ينتقم، لكن لم ينتقم رسول الله، بل أكثر من ذلك، رسول الله عندما سمع بحالة أهل مكة بحالتهم في الجوع فأرسل لهم الطعام. هذا ما يذكره لنا التاريخ، هذا النبي العظيم رحمة، رحمة حتى مع أعدائه، بعث لهم الطعام. وعندما وصلته أخبار عن مكة وما يعاني أهل مكة من جوع وفاقة، فأخذ يرسل إليهم الطعام ولم ينتقم، وكانوا يعيشون عقدة الخوف أن الرسول في يوم من الأيام سيأتي وينتقم. وهذا طبعا تعبير القرآن الكريم، يعني القرآن يعبر عن هذه الحالة. فأذاقهم الله لباس الجوع والخوف، جوع وخوف لباس، يعني تحولت أجسامهم إلى كاللباس. فمن الخوف والجوع، هذا هو مصير من ينقلب على النعم الإلهية. الله تبارك وتعالى أنعم عليهم بكل شيء، أعطاهم كل شيء، لكن لم يأخذوا بمنهج الله، عصوا رسول الله، عصوا رب العالمين، كانت هذه نتيجتهم. وحقيقة أنا أريد أقول شيء هنا حول، طبعا الأخ يقول انتهى الوقت، وقت المحاضرة، على أي حال إن شاء الله نؤجل هذا الموضوع إلى يوم آخر لنتحدث عن واقع الأمة الإسلامية اليوم والنعم التي أنعم الله على هذه الأمة وكيف تحافظ على هذه النعم. نرجو من الله تبارك وتعالى أن يمنحنا القدرة والأمانة التي نتمكن أن نحافظ على نعمه ونؤديها يوم القيامة كاملة إلى رب العالمين. والحمد لله والصلاة والسلام على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين.